السلام عليكم، حياكم الله في برا البوكس. بيرلي يونغ هذا الاسم لا تنسونه، هذا اسم أول عالمة نفس أمريكية على مستوى العالم كله عملت دراسة دقيقة وواضحة عن تأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الجيل الحالي كله. كانت الدراسة دقيقة ويعني وضعت الأرقام، وكانت الشريحة المستخدمة في هذه الدراسة هم فئة الشباب من 12 إلى 34 سنة، وبدأت تتعب. يعني لازم تكون الدراسة دقيقة، ولازم تكون يعني فيها من الاستبيانات وغيرها من هذه الأمور. وصلت لنتيجة عجيبة، تقول كل شخص يستخدم الإنترنت أكثر من 38 ساعة بالأسبوع، بمعدل 5 ساعات تقريبا باليوم، فهو شخص مدمن على الإنترنت بكل معنى كلمة الإدمان من خطورة. ليش الإنسان يلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي وربما يلجأ للإنترنت؟ يبني علاقات مع ناس وهميين ما يعرفهم، أحيانا يطلع من الواقع التعيس اللي هو مو عارف يتعامل مع الواقع اللي حوالينا، فيروح لواقع ثاني يحاول أنه يضحك فيه، يحاول أنه يتعرف على علاقات ناجحة ما قدر يعني يوصل لها في الحقيقة. السؤال، تطور هذا العلم إلى أن صار شيء اسمه الجرائم الإلكترونية، هذا موضوع طويل راح تعرفون اليوم، لكن برا البوكس. حياكم الله مشاهدينا، وحياكم الله ويا مرحبا فيكم. مستمرين معاكم فقرات برنامجكم برا البوكس.
كل إنسان عنده في حياته بعض الخصوصيات اللي ما يحب أحد يتعرض لها، وأيضا عنده بعض الخصوصيات اللي ما يحب أن غيره ينتهكها أو يحاول أنه يعني يتدخل في أمور ما تعنيه. فحاولنا اليوم أن نجيب شخص متخصص في موضوع أمن المعلومات، ودائما ضيوفنا من النخب في هذا المجتمع الكويتي. معانا الدكتورة صفاء زمان، عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت ومتخصصة في أمن المعلومات. حياك الله يا دكتورة. أهلا وسهلا. دكتورة، يعني أنا قبل لا أبدأ معاك قلت لك أنا صار لي موقف مرة من المرات في جهة عمل معينة. كنت يعني في سيستم موجود أن كل موظف موجود في هذه الجهة أو هذه الشركة في صور بطاقته المدنية. فأتكلم بكلام شوي قديم، 7-8-10 سنوات كانوا يبيعون البطائق المدنية عشان يسجلون في أسهم مقابل 30 أو 50 دينار، مبلغ زهيد يعني مبلغ بسيط. فواحد أنا عرفه إيش سوى، دش طبعا هو من شخصية يعني شخص ما هو كويتي والنعم بالجميع، لكن أخذ 20 برنت ل20 بطاقة مدنية وراح واستخدمهم إنه باعهم وأخذ فلوسهم وحطها في جيبه. لحد الحين الكلام ما حد درى عنه، لين واحد من العشرين اللي أخذ بطايقهم قاعد بدوانية كان يقول له واحد تبيع، قال له أبيع، قال له هاك بطاقتي. أخذ البطاقة قدام الناس اللي بالدوانية وراح كان يقول له سويت فيني، فشلتني قدام الناس، بايع بطاقتك وتعطيني إياها. طبعا الريال انصدم، قال له والله أنا ما بعت بطاقتي، أنا ما رحت. فراح وياه للجهة اللي تسجل المعلومات، وفعلا طلع ان الشخص هذا ماخذ معلوماته في البطاقه المدنيه من الكمبيوتر والسيستم اللي موجود في الشركه وراح باعها من وراه. هذه القصه انا بالنسبه لي هي مدخل لموضوعنا لما نتكلم عن امن المعلومات، وخصوصا اليوم في بعض القوانين الجديده في الجرائم الالكترونيه. شنو اهميه سريه معلوماتي الشخصيه، بطاقتي المدنيه، جواز السفر، عيالي، بعض المستندات الخاصه اللي فيني، شنو أهميتها دكتورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أبي أعطي تعريف بسيط عن الجريمة الإلكترونية شنو هي، عشان أنور المشاهدين بالضبط الجريمة الإلكترونية شنو هي. الجريمة الإلكترونية هي تعبير شامل عن أي جريمة تحدث باستخدام وسائل التقنية. السيتويشن اللي حضرتك قلت لها هاي تعتبر من الجرائم، من جزء من الهندسة الاجتماعية اللي تعتبر طريقة أو أسلوب اختراق جديد طلع تقريبا من 7 سنوات، هي الهندسة أو السوشيال إنجينيرينج، هو أني أنا أستخدم بعض البيانات الشخصية في عمل أو في انتهاك خصوصية أو استغلال خصوصية. زين شنو الدوافع، شنو دافع حق الجريمة الإلكترونية أو حق شنو أحافظ عليه؟ أول شيء الجريمة الإلكترونية مو بس أني أحافظ على المعلومات الشخصية، لا، السرية، حتى المعلومات الشخصية، لأن المعلومات الشخصية مثل ما حضرتك ذكرت قاعد تباع الحين، بطاقات مدنية تباع، فهذه شغلة جدا حساسة. إحنا دائما وايد نستهين بهالأشياء، إيش يبون بصورتي، إيش يبون خلي يدرون عنها لي، إيش السالفة. والسوشيال إنجينيرينج وايد ساعدت في انتشار المعلومات الشخصية، فالناس قامت تستغل الاستغلال هذا الاستغلال الأسوأ. فنرد حق موضوعنا، شنو الدوافع أو شنو يعني الجريمة الإلكترونية، شنو دوافعها؟ أني أستغل المعلومات السرية في نشرها مثلا، أني أستخدم المعلومات السرية. الدافع الآخر أيضا أني أنقل بعض الأكاذيب، الإشاعات، هذه تعتبر جريمة إلكترونية. تستخدم أيضا إحدى الدوافع للجرائم الإلكترونية للسرقات الأموال وتزوير البطاقات الائتمان. أيضا الظواهر اللي تصير الحين عندنا، أنا دكتورة لحظة أنا بقاطعش على الكلمة، كلمتي شدتني، الإشاعة تعتبر جريمة إلكترونية. يعني إذا أنا من غير قصد قريت خبر من المصدر سين، أخذته وحطيته بصفحتي الشخصية في التويتر، في الانستغرام، في السناب شات، أيا كان موقع التواصل الاجتماعي، هل إذا أنا نقلت الخبر هذه تعتبر جريمة علي حتى لو أنا ناقل الخبر؟ نقل الأخبار الكاذبة مو إشاعة كثر مو الأخبار إذا تأثر. يعني أنا لما أنقل خبر كاذب أول شيء تعمد، رقم اثنين شغلة تأثر. يعني مثلا لما شغلة الطائفية أقعد أنشر بعض الأشياء الحساسة، أنتهك خصوصية الناس،
أشياء ممكن تكون صادقة أو صادقة تندرج عند البيانات السرية، كاذبة تندرج عن إشاعات، هذه كلها تعتبر جريمة إلكترونية. حتى الأمور إحنا بالفترة اللي طافت أيضا تعرض الكويت تعرضت حق أزمة، صارت عندنا أزمة سياسية، هذه جريمة إلكترونية لما أنا أقعد بالتويتر أتكلم عن عضو ولا أتكلم عن مسؤول بالدولة، هاي جريمة إلكترونية تندرج. أزيدك من الشعر بيت، أيضا بعض المحلات اللي عندنا للأسف منتشرة بالكويت وايد اللي تبيع سيديات مضروبة كوبي، هاي جريمة إلكترونية، هاي يعاقب المفروض عليه القانون، هذه تفقد الملكية الفكرية، هذه جريمة إلكترونية. فالجريمة الإلكترونية مو إني بس أنشر المعلومات السرية، لا لا، لما أنشر الإشاعات، لما أستخدم أيضا عمليات التزوير، هذه كلها تعتبر جرائم إلكترونية. زين دكتورة، احنا بإشاعة الأخبار الكاذبة اللي قلتيها في كلمة متداولة بين الشباب، اللي طلع خبر يقول انزل من الباص، ترى الخبر مو صحيح، الخبر هذا ما هو خبر سليم. فأنا الحين كشخص عادي، أنا ما أفهم في الكلام اللي تفضلت فيه السيكوريتي والإنجينيرينج وهذا، أنا شخص عادي مستخدم للإنترنت بمواقع تواصل اجتماعي بلس، إذا أنا عندي سيرش، إذا عندي بعض الأمور البسيطة اللي أنا كمستخدم عادي، ماني مستخدم بروفيشنال أو مستخدم يعني متخصص في المعلومات، شلون أقدر أتعامل مع المواقع التواصل الاجتماعي بحذر وبدون ما أني أعرض نفسي للمسائل القانونية؟ يعني أول شيء لازم إحنا سبحان الله إحنا عندنا شيء غريب بالمجتمعات العربية مو بس الكويت، السوشيال ميديا جت لنا الشبكات الاجتماعية فجأة مثل الطفرة، فحتى تعاملنا غير يعني غير هبة، هي تهبة بعد يتهبة وللحين الهبة مستمرة، فردة الفعل صارت قوية، مو عارفين بالضبط شلون نتعامل معهم. أبي بس أوضح نقطة حق الاختراق، أنا أعطي دورات كيف يتم الاختراق، حق الاختراق بصورة عامة أول ستيج أني أنا أجمع المعلومات الشخصية أو المعلومات الخاصة بالشخص اللي بخترقه، الستيج الثاني أني أشوف وين نقاط الضعف وهاجم عليه، هذه حتى بحياتنا الخاصة أنا عشان أضرك لازم أعرف معلوماتك الشخصية. السوشيال ميديا سهلت لنا العملية جدا جدا، قبل كنا نستخدم تولز تو فايند المعلومات، هذه السوشيال أنت روح على أكاونت الشخص شوف معلومات الخاصة، حتى الحين أنا سمعت بعض الخطابات بعد بيسألون عن البنية يروحون أكاونتها بالإنستغرام، لا والله كثر ما المعلومات متدفقة، يعني إحنا مشكلتنا حتى طريقة استخدامنا وتعاملنا مع السوشيال ميديا غلط، مو كل شيء أنا أحطه، لازم فيه خصوصية، لازم فيه شيء يعني أختلي فيه حق نفسي، إحنا كل معلوماتنا الشخصية موجودة بالسوشيال ميديا، فعشان أخترق أنا بس أحتاج حسابه بالإنستغرام والتويتر عشان أعرف بالضبط شنو نقاط ضعفه وأعرف شلون أهاجمه. دكتورة كلامك سليم 100%، لكن خلينا نروح على الجانب الآخر، هي واقع اليوم اكسرت خصوصية بيتي وخصوصية بيتك ودشت بيتي، عيالي ماسكين تلفوناتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، احنا اليوم قاعد نتكلم مع واقع، لكن وجود الانترنت في حياتنا أصبح شيء ضروري، لا إيجابياته ولا سلبياته، لكن أنا سؤالي هل في خصوصية أو مو خصوصية كثر ما هو سيكوريتي كافي للمواقع الموجودة بالذات بالنسبة للهكرز وغيرها؟ على سبيل المثال البنوك، هل الحسابات مؤمنة بشكل سليم أني أحول فلوسي برا وداخل الكويت بدون لا أتعرض لأي خوف أو سيكوريتي في هذا الجانب؟ اللي يقول لك هذا النظام آمن 100% كذاب، أخذها مني، ما في شيء اسمه آمن 100%. إحنا حتى في دراساتنا أنا لما تخصص سيكوريتي أبي أعرف النظام آمن، في طريقة واحدة يسوونها البنوك، كل البنوك العالمية يبون مخترقين يحاولون يخترقون النظام، إذا لم يخترق فهو آمن، فما عندنا مقياس. إذا باكر تجيب مخترق ثاني شاطر يخترق خلاص مو آمن. أنا شخصياً أنا لا ما أؤمن بأي نظام موجود، لأني أنا اشتغلت بهالمجال وايد، فما في شيء اسمه آمن، بس الشغلة شلون تحمي نفسك أنت؟ أنت لا تحط شيء حساس، يعني دائماً أنا هذا أطبقه على نفسي قبل لا أقوله حق الناس، أنت افترض جهازك هذا التليفون انباق، الشيء اللي أنت راضي الناس الغرب يشوفونها حطها، دائماً أنت لازم تكون حريص، أنت ما تفتح بابك وما تبيني أنا أبوقه.
انت ما تأمن بالناس، يعني ما تروح تبطل تتعامل مع بنوك مثلا برا الكويت غير مؤمنة، وايد ترى تصير حوالات وسرقات في مافيات متخصصة بس شغلها تبوق تراقب حوالات البنوك وتحاول تخترقها. في ناس كذي، في مؤسسات مافيا متخصصة تشوفها بكل مكان بجنوب أفريقيا بهالأماكن، يعني بصورة عامة أنا بتكلم بالدول. فأنت ما لازم ما تأمن، لازم تكون حريص بالبنك اللي تستخدمه تتعامل معاه، حتى الحوالات تكون حريص جدا بالتعامل بنقل البيانات. أيضا أنت ما تروح أي كمبيوتر وروح بحسابك البنكي وبعدين تقول البنك مؤامن، حتى الشبكة اللي تستخدمها عشان تدش الحساب لازم تكون مؤمنة. عشان كذي دائما إحنا نقول شبكات المجمعات وشبكات لما تسافر فنادق لا تستخدمها لدخول حسابك الشخصي. إنزين دكتورة، الهاكرز والأمور هذه اللي موجودة اليوم بشكل كبير داخل الكويت أو خارج الكويت، هل إذا أنا قدرت أبيع تلفوني أحد يقدر أن يطلع؟ طبعا ردة فعلك وايد قوية، أنا ترى ما كملت السؤال للعب. هل الواحد لما يبيع تلفونه ويسوي له يعني على قولت يمسح كل المعلومات اللي فيه، كل الصور الشخصية، الكونتاكت اللي موجود، بمسح كل شيء، كل المعلومات اللي فيه، هل أنا أقدر أني أبيعه وأنا مطمن أن المعلومات ما ترجع؟ لا طبعا. أنا دائما أقول لكم منافذ الهواتف شلون أنا أخترق جهازك، في ثلاث منافذ للاختراق. أول منفذ اللي حضرتك ذكرته هو المنفذ المكونات الصلبة، أنا عشان أخترق جهازك لازم تليفونك بيدي، مسحته ما مسحته، في وايد برامج أقولها على هوا، في وايد برامج تسترد البيانات الموجودة عندك بسهولة وأوبن سورس مجانية. لا تقولين أنت تنشرين الناس. أي أي في برامج سهلة جدا أنك تستعيد البيانات الملغية، ما في شيء ملغي. في شغلة يسمونها سكيور ديليتينج، هذه المسح الآمن. شنو هذا المسح الآمن؟ شوف أنت لما تلغي أي شيء بالذاكرة البيانات ما تلغي، لكن البوينتر اللي أشر عليه هذا يتكنسل، عشان أنت تضمن أن بياناتك ممسوحة ترد تحط بيانات أخرى على البيانات الموجودة، مو مسحتها رد اكتب أي شيء garbage ورد مسحها عشان تضمن أنها ريرايت عليها وممسوحة. بالإضافة أن في برامج تسوي secure deleting، بس أنا أحبذ أن تليفونك كم بيجيب، لا تعطي تليفونك حتى لو ما في شيء اسمه ممسوح، في وايد برامج مجانية. شوف الحين الاختراق صار جدا سهل، في قبل المخترقين لازم يعرفون برمجة، لا الحين في شيء اسمه سكريبت كيتس. شنو هذا النوع من الهاكرز؟ يروح ينزل برامج مجانية بالويب سايت بالانترنت ويخترق جهازك فيها من غير ما يعرف لا برمجة ولا يعرف أصول السكيورتي. يعني بسهولة ويسر جداً. إنه يقدر يختصر يخترق الجهاز اللي أنت يعني جداً. بيده ويوصل للنتيجة. جداً. سؤالي الأخير دكتورة، وأنت ما شاء الله عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت ومتخصصة في أمن المعلومات، هل طريقة التفكير اللي تمارسينها بحياتك اليومية هي طريقة نمطية اعتيادية تقليدية، ولا مرات تفكرين برا البوكس؟ دائما أفكر برا البوكس، أنا دائما عشان كذي يمكن متميزة في شرحي، أنا مو مدحن فيني يعني، يمكن أحيانا غلط أسلوبي بس دائما أفكر برا البوكس. دائما دائما أشعر أن التميز هو لما تكون abnormal you do something مو بالستاندر العادي، عشان تتميز وتعطي بصمة حق الشخص اللي تتعامل معه. جميل، الله يعطيك العافية، مشكورة ما قصرتي، شكر التقدير للدكتورة صفاء زمان عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت ومتخصصة في أمن المعلومات. كلام جميل، وصل لنا لبعض المعلومات اللي قاعد نحاول نجمعهم حتى أنك تكون آمن على جهازك على بيتك وعلى انتهاك خصوصية بيتك. مستمرين معاكم وفقرات برنامجكم برا البوكس بعد هذا الفاصل. هل المنشد عثمان الإبراهيم يفكر بطريقة تقليدية نمطية اعتيادية، ولا في بعض الأحيان يفكر برا البوكس؟ مجرد طرح الموضوع لكفلة يدل على أنك أفكر برا البوكس يعني. فلا وايد أفكر موضوع برا البوكس، أحاول أني أنوع، حتى في ألبومي نفسه قاعد أفكر الألبوم هو محطة مثل ما قلت لك، ما بيحرق كل أفكاري عليها، لكن دائما أقول اللي طلع مع هذا يطلع مع أقوى، يعني الواحد دائما يفتح المجال الإبداع وأنه هو يقدر يطلع على قولتك برا البوكس، فما يحصر بكم محاولة أنه خلاص حركت فكرة معناتها ما راح أطلع بعد، طالما تفكيرك ما له حدود وخيالك مفتوح
اللي يطلع هذه يطلع احلى منها. فدائما احاول اني ابتكر، حتى والله من الاشياء اللي اسويها برا البوكس اعتبرها ان الاغلب يكتب الكلمات قبل ما يلحن. انا شخصيا الحن قبل الكلمات، اعتقد ان لها نتائج افضل. البومي اغلبها لحنت بهالاسلوب، الحن قبل الكلمات. هذه طريقه جديده بال ايه انك تجيب اللحن قبل لا تجيب الكلمات. يعني اعطيك مثال، في البومي عندي نشيد حياتي لحنت ان سرعه الكلام تندبل، قلت ليش دائما الكلمات بوزن رتيب؟ فكنت قايل مقطع مثلا جدير بحلمي قوي بعزمي وما زاد همي كلام الحسود، سألقى نجاحي كشمس الصباح وأنسى جراحي وزيف القيود. كان أفكر ليش ما أدبل السرعة، كان المقطع اللي بعد أغير وأقول بدأت المهمة وأبدت خطايا همة وقد نلت الفوز لما كسبت الريهان، وفي التغريب اسم والي في حياتي بصمة رأت في الأفق نجمة تضيء الزمان. فكان تفكير بالنسبه لي اوت اوف بوكس ان ادبل الكلام، ويعني خلي الشاعر يتعاون معي نكتب كلمات نزحمها في اللحن، فلحنت قبل الكلام وخليته يكتب. فيعني افكار جريئه مثل هذه يعني احبها صراحه، واحب نكون دائما اوت اوف بوكس. هذه الافكار الجريئه تحتاج قرار. اسال الله يوفقك ان شاء الله. امين يا رب اجمعين، ذاك الله خير. امانه انت ما تقدر تواجب بالتواصل الاجتماعي او تكون مجال اهتمام عند الناس إذا ما كنت برا البوكس، يعني من الأمور اللي قاعدة دردش فيها مع أعضاء الفترة الأخيرة إن إحنا شلون يكون عندنا شيء مستمر، الناس حتى لو إحنا ما تجمعنا يصير يعني مثل محتوى حلو. فعلى هذا الموضوع أنا يعني طريقة الوعي اللي قاعد نتكلم فيها لما درست مؤشرات السوق، هذا اللي خلي أقولك شلون out of the box المؤشرات، إن الناس خلاص قامت الفيديو ما عندها وقت اللي تشوفه بسرعة، صار 15 ثانية القراءة، الناس انسى تقرأ، ما حد قام يقرأ. فشلون أنا أكون متواجدة مع الناس أقدر أنصحهم وأوعيهم؟ عندي بودكاست جديد اسمه بودكاست Go Social Smart. Go Social Smart موجود بالآيتون ستور، إنزين، وبلشنا مع زميل خالد الزنكي البودكاست اللي هو kuwaitpodcasts.com، أول بودكاست كويتي باللغة العربية يهتم مواضيع متعددة، ريادة الأعمال وغيرها. أنا اهتميت في شلون أنشر الوعي في التواصل الاجتماعي عن طريق سوالف صارت لي، استضيف ناس في البرنامج عساس أقدر أوضح أو أنقل الصورة الصح في استخدام هذه الوسائل بأنسب طريقة إن الناس تحس فيها وتأخذ شو اسمه، فوعي على سوالف، على استضافة شخصيات، اتصالات من برا، وساعتني يعني نحط بيريسكوب ونقدر نطلع لايف. فحلو إن أنت تكون متواصل معهم حتى في هذا النوع من المحتوى اللي هو البودكاست. الناس يعني تتحط السماعة بأذنك ومهما أنت قاعد تركض، قاعد تطبخ، هذا على طول راح يكون عندك. فمن الأشياء أو الأمور اللي قريتها يقول لك الناس لو تعتمد على البودكاست في حياتها للتعلم وللتواصل، إنزين، أو للمعرفة، كان العالم كان بخير وراح يكون بسلام. هل مبارك السرحان بائع الورد كان في يوم من الأيام يفكر بطريقة نمطية تقليدية، ولا هو بعد قراره انه يدش في هالمشروع كان يفكر برا البوكس؟ انا طريقه تفكيري تختلف عن الطريقه العاديه حق الشباب دائما اللي يفكرون فيها، اللي هي الطريقه الاعتياديه، مو بس بالمشاريع حتى بالوظائف. انا يعني رافض فكره التوظيف، يعني ما احبها اني التزم في ساعه معينه، داوم في الساعة الفلانية، يطلع بالساعة الفلانية، أنا ما أحب. أنا أحب أكون مدير نفسي. دائما أقول للشباب أنت في مشروعك هذا تكون مدير نفسك، فأنت اللي تتحكم في الوقت. فأنا كذي تفكيري دائما يختلف إن شاء الله. هل الدكتور عادل الزايد يؤمن بالتفكير أو طريقة التفكير المنطقية الاعتيادية التقليدية، ولا في بعض المرات يفكر برا البوكس؟ خوش سؤال. حقيقة أنا يعني أرغم نفسي، رغم أنف نفسي، أني أنا أفكر برا البوكس، لأن إذا فكرت دائما بالطريقة الاعتيادية النتيجة ذاتها ما رح أحصل على شيء جديد. ويعني أقول لحضرتك على شغلة، يعني إن شاء الله على يعني خلال فترة يعني قصيرة رح أدخل على 50،
أطق باب الخمسين. ففي اللحظة هذه بديت أسأل نفسي عشان أقولك إن يعني الواحد لازم يفكر برا البوكس. هل أنا أفكر لنفسي حياة نمطية يعني بعد 10 سنوات يعني على 60 أتقاعد وأقعد في البيت وأخذ معاش تقاعدي وخلصنا؟ ولا أنا يعني ما أقدر أعيش حياة من هالنوع، هذا حياة نمطية اعتيادية خلاص، وأقعد وركبي وأحط الكرسي بالمسجد وأصلي على كرسي ما صار سوق السمك الصبح ويعني هالأمور. فمن اللحظة هذه قلت أنا قدامي 10 أو 15 سنة من الحين على التقاعد، أنا لابد أن يكون في مشروع يبتدي الآن عشان يوما أتقاعد يكون المشروع هذا جاهز. المشروع خارج نطاق الطب تماما، أنا قاعد أتكلم الآن عن استصلاح الأراضي الزراعية وأتكلم عن الزراعة والإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي الزراعي، وقاعد أخذ يعني كورس بكالوريوس، قاعد أدرس وأحضر لشهادة بكالوريوس في الزراعة في الهندسة الزراعية أونلاين عشان أن أنا أبتدي حياة أخرى بعد ما تتوقف حياة الطب بالتقاعد. فالإنسان اللي راح يقبل لنفسه أنه يفكر بحياة نمطية فيعني راح يصيب الملل في لحظة من اللحظات، اللي يفكر برا البوكس هو اللي راح دائما يستمتع في حياته لآخر لحظة. هل المصور المحترف تحت الماء مش على العمق دائما يفكر بطريقة تقليدية نمطية منطقية، ولا أحيانا تفكر برا البوكس؟ شوف، أي واحد يبي يصير مبدع لازم يفكر تفكير outside the box أو برا البوكس. إذا أنا بصور صورة وثائقية بس ما راح أصور صورة حلوة، ما راح يتقبلها الجمهور، فلازم أنا أتلاعب بالألوان ولا أتلاعب بالإضاءة أساس أطلع صورة اللي ما يعرف بالأندر ووتر ما يعرف بالحياة البحرية تكون بالنسبة لي الله حلوة، وبنفس الوقت حق الناس اللي تتعرف بالأندر ووتر أو تفهم بالمخلوقات يصير فيها أوه صورها بطريقة حلوة غير تقليدية. فطبعا أكيد أطمح أن أكون أنا مختلف بصوري الفوتوغرافية أو تصوير الفيديو أو طرحي بالأفلام الوثائقية اللي أحاول أسويها وغيرها. فلازم الواحد يفكر outside the box عشان يطلع شيء حلو حق الناس. سؤالي الأخير، هل مشكلة الطلاق تحل بالطريقة العادية النمطية التقليدية، ولا لازم تفكر فيها بطريقة برا البوكس؟ سؤال حلو حقيقة. يعني لأول مرة يعني ممكن أجاوب الجواب هذا، أقول الطريقة النمطية التقليدية التي وضعت يعني من يعني الله سبحانه وتعالى لحل مشاكل الطلاق هي التفكير خارج البوكس. والتفكير اللي احنا نعتقده خارج البوكس هو حقيقة النمطي في القضية هذه. ليش أنا أقول هالكلام هذا؟ لأن تفكيرنا النمطي إذا صار خلاف بيننا إذا إحنا خلاص ما راح نعرف نتفاهم، فالأولى أن إحنا نتطلق. لكن التفكير النمطي الاعتيادي ليش أقول أنه خارج البوكس؟ وضع لنا الله سبحانه وتعالى أنه وضع لنا حلول شلون نتعامل مع القضية هذه. آخرها أن يعني حكموا من أهلها وحكموا من أهله، أيون هذيل الشخصين خارج نطاق المعايشة اليومية، فهذيل راح يولنا بأفكار جديدة إحنا ما فكرنا فيها، أنا كزوج وهي كزوجة، أبوي عمي أخوي العود أختي أبوها عمها خالها أختها أخوها، زين جايين بنظرة جديدة فيعطونا أفكار خارج البوكس تساعدنا أن إحنا نخرج من هالجانب هذا. نستمع لمشورة الآخرين، ما خاب من استشار واستخار، هذه أيضا خارج البوكس. فإذا في عملية الخلافات الزوجية حقيقة التفكير خارج البوكس داخل البوكس هو اللي طلعنا خارج البوكس، يوصلك النتيجة اللي تبيها بالضبط. ولذلك أنا أقول أحيانا حقيقة الحكم من الأهل وحكم من الأهل قد يكون مو الأبو مو الأم مو الأخو مو الأخت، لأنهم هذيل جزء من المشكلة قد يكونون. خل نطلع برا لأشخاص في العائلتين نحترمهم ونقدر حكمتهم، لكن مو داخل المحيط مال البوكس نفسه، الخال أو العم أو الخالة، نعم. حتى صديق للأسرة نحترم أفكاره وآرائه. فلأول مرة يمكن في برنامجك ككل أن يكون الطريقة النمطية هي طريقة التفكير خارج البوكس. هل وأنت قارئ ومحب القراءة حمد المسلم يفكر دائما بالطريقة التقليدية النمطية الاعتيادية، ولا مرات يفكر برا البوكس؟ برا البوكس أنا؟ لا برا البوكس، أنا ما أحب البوكس. ما تحب التقييد؟ ما أحب، ما بقول ما، بس أنا يعني دائما أفكر، أنا يعني يمكن مع القراءة تصدق
يمكن لما صرت اقرا اظن دائما ان افكاري تي مختلفه عن اللي حولي. ترى ما عندي نفسي انا، يمكن هذا صفه مو زينه اصلا ما ادري، بس انا برا البوكس ان شاء الله بتكون صفه زينه. الله يعطيك العافيه، الله يردنا للبوكس. في الختام وأول الختام، أشكر شركاء النجاح اللي ساهموا معنا بشكل كبير على إنجاح هذا البرنامج، وأخص بالشكر فندق ريجنسي اللي يعني ما قصر معنا في حسن الضيافة وحسن الكرم. وفي الختام سؤال، ومجرد سؤال، لو كل إنسان ابتعد عن كل استخدام سيء وسلبي للإنترنت، لو كل إنسان ابتعد عن كل استخدام يسيء له ويسيء لنفسه ويسيء لعائلته ويسيء لوطنه داخل مواقع التواصل الاجتماعي، لو كل إنسان شاف الجانب الإيجابي الجميل الرائع والفائدة للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، هل تتوقعون أن راح تستمر هذه المشاكل؟ سؤال ومجرد سؤال. فما الله. Thank you.